إخوتي أهلا بكم في قناة موني برو. أشكركم أولا على الدعم إخوتي ولايكاتكم الطيبة. لدي إثبات سعر من هذا الموقع الذي شرحته أمس تعدين الروبل. ها هو إخوتي الموقع 3.98 يعطيني كل يوم 3 روبل بالمجان لمدة أسبوع إخوتي. هذا الاستثمار لمدة أسبوع. ها هو الموقع، سأريكم أساسيات هذا الموقع. هنا صفحة رئيسية، هي الموقع عند التسجيل تضغط على البونس هكذا، تضغط على هذه الخانة تأخذ 5 روبل الهدية. عادية الموقع يعطيك 5 روبل للتعدين لتبدأ التعدين، ثم تذهب إلى هذه الخانة تضع عنوان محفظة المطويات ثم تضغط على السيف. من هنا نعود إلى الصفحة الرئيسية، من هنا هكذا فينانس، تضغط هنا للإيداع. إخوتي أنا أودعت 10+5 يساوي 15 روبل، سأودع أمامكم 100 روبل إخوتي هكذا. نضغط على الطائر من هنا، هيا إخوتي 100+15 115، جمع الأرباح من هنا إخوتي. اذهب إلى هنا ثم تضغط هنا، ستلقى الأرباح هنا، تختار الباير من هنا ثم تقوم بالسحب. بالنسبة للخطط هيا إخوتي بالترجمة، سأشرح لكم الموقع بالتدقيق. أمس لم أشرحه بالتدقيق لأن الصفحة لم تترجم بعد. هيا إخوتي، عندما تستثمر من صفر من 1 روبل إلى 1000 روبل يعطيك 20% بعد مرور 7 أيام، ومن هنا من 1000 روبل إلى 5000 روبل يعطيك 30%، ومن 5000 من 1000 روبل عفوا إخوتي من 1 إلى 1000 روبل 20%، من 1000 إلى 5000 30%، وهكذا. هاي الخطة إخوتي 20%. هذه الأرباح كل 24 ساعة يعطيك 23 روبل إخوتي، بعد 7 أيام يعطيك 161 روبل. أظن أني شرحت كل شيء. هنا الإحالة 10% لكل من يودع عبر رابطك. هنا الهيستوريك إخوتي، لدي إيداع بعشرة روبل ثم 100 روبل زائد هدية 5 روبل من الموقع. أيضا لدينا السحب، سحب 2.98 روبل. هذا ما لدي في هذا الموقع. أشكركم على وفائكم والسلام عليكم ورحمة الله.